الموضوع هنستكمل ونعرف ايه اخر التطورات بالنسبه لكنيسه قريه الجلاء بسمالوط، بعد ما وصلت معلومات ان الامن بيحاول جاهدا تهدئه الامر، واللي هو عايز يعني عايز يعمل كده يوقف الدنيا علشان خاطر حضراتكم انه المؤتمر الاقتصادي. طب وماذا بعد؟ وكمان عندنا مشكله، لسه المشكله القائمه في منطقه في اسيوط، منطقه ساحل سليم في قريه الشاميه. وعلشان نعرف تفاصيل اكتر عن هذا الخبر اللي احنا قلناه من الحلقه اللي فاتت، وايه تطورات الوضع هناك، وبعد ما الامور هديت ايه اللي خلاها اشتعلت مره اخرى، معانا ومع حضراتكم الاستاذ نادر شكري. استاذ نادر شكري صحفي معروف وايضا مهتم بهذه القضيه اهتمام كبير جدا. استاذ نادر برحب بحضرتك معانا. أهلا بيك يا فندم، أهلا بيك يا دكتورة. اهلا بحضرتك. احنا كنا يعني من فترة ما فيش اي اخبار خالص بالنسبة لموضوع قرية الشامية وساحل سليم، ايه اللي حصل تاني؟ الحقيقة إنه حوالي من 3 شهور لما حصلت حملة وتم قتل 2 من رجال أشرف حلاقة، من ضمنهم ذراعه اليمين وابن عمه سالم، يعني حصلت حالة من الهدوء في القرية. لكن فوجئنا الأيام الماضية، من أسبوعين بدأت عملية اهتزازات مرة أخرى. أشرف حلاقة، يعني هذا التنظيم العصابي اللي تم استهدافه مرتين من قبل الشرطة، قدر إن هو يجمع رجال يعني من تنظيمات أخرى أو من الهاربين أو مسجلين الخطر، وبدأ يهدد الأضباط. قام بخطف قبطي من الأسبوع أثناء عودته من عمله، يعني على بعد حوالي كيلومتر بالضبط من اسم شرطة ساحل سليم. طلبوا فدية 1,000,000 جنيه، راحوا للشرطة، حاولوا الشرطة قالت لهم بلاش تدفعوا. استمر الوضع طويل جدا لدرجة طبعا لما لقوا إن الأسرة مش سائلة وإنه هما شايفين ده هيبقى خطر وبعد كده هيتم استهداف الأسرة مرة تاني، بدأوا يعذبوا في الشخص المخطوف عن طريق التليفون، يفتحوا التليفون ويعذبوا فيه وهو يقول لهم يعني إن بيتم تعذيبه بالكهرباء وبالضرب وغيره، فيا ريت تدفعوا الفلوس. نعم. فالأسرة راحت للشرطة أكتر من مرة، الشرطة قالت إن إحنا عارفين مكانهم لكن خايفين نهاجم. فلحد دلوقتي الأوضاع سيئة، طبعا مع فكرة كمان الاتصالات اللي بتوصل لهذه الأقباط، بيطلبوا منهم التواتيين مقابل ان هم يعيشوا في سلام. الامر ده طبعا يعني زي ما حضرتك طبعا متابعه من فتره طويله، لم يتم الانتهاء منه، لانه الشخص الاساسي القائد لهذه العمليه اللي هو اشرف حلاقه مازال يعني حر، فبالتالي هو القائد لهذا الموضوع. فاذا ما كانش يتم القضاء على هذا التنظيم بشكل واضح ومهاجمتهم في اوقارهم، هيفضل كل ما بيقع راجل او 2 او 5 حتى منهم بيجيبوا غيرهم، وبالتالي بالظبط. الموضوع مش منتهي. فده اللي نعم احنا يعني بنتمنى انه يتم الانتهاء منه، خاصة انه جميع الاقباط في ساحل السليم والشاميه كلهم في حالة رعب ليل ونهار، تخوفا من استهداف اولادهم او استهداف حد منهم، غير ان هم اصلا بعد الساعة 5 او 6 ما بيخرجوش من بيوتهم. فانا كده كاني محدد الاقامة بتاعتهم نتيجة وجود تنظيم الأمن مش عارف يتعامل معاه. هم كانوا في وقت من الأوقات كانوا بيشكروا في مدير أمن جدا، وبيقولوا إن مدير الأمن ده لما كان موجود كان قايم بالواجب جدا، وكان مفيش ولا حادث حصل في وقته. بعديها فوجئنا، هم فوجئوا بإنه المدير الأمن ده اتنقل. مفيش أي معلومات أستاذ نادر عن إنه يعود هذا المدير مرة أخرى، أو إنه توصل كده لوزير الداخلية الجديد المواضيع دي بحيث الحقيقة إن نعم. الحركة الجديدة اللي عملها وزير الداخلية هو غير مدير الأمن الحالي وحط مدير أمن مكانه، وغير أيضا المفتش المساعد الوزير المفتش صعيد المنيا وأسيوط أيضا. فكل يعني بتمناه إنه يكون في حركة يعني تحول جديدة مع وزير الداخلية الجديد ومع مدير الأمن الجديد، وإنه يتم فعلا وقف المهزلة دي المستمرة في مناطق. طبعا هي موجوده في الصعيد وموجوده في سوهاج وموجوده في طبعا في دير مواس والمنيا ومنلاوي، لكن طبعا الشاميه لها وضع خاص، انه للاسف الشديد الاشخاص معروفين والاستهداف مستمر ليهم والاتهامات مستمره ليهم. ف
العمليه محتاجه حمله، وتكون حمله كمان من خارج المديريه نفسها، يعني تكون حمله جايه من القاهره، لان الشخص ده ليه رجاله برضه في موجودين في قسم الشرطه من المخبرين او غيره بيبلغوه باي تحركات لقسم الشرطه. يعني الاثنين اللي تم استهدافهم اللي هو سالم ابن عم حلاقه والشخص الاخر تم استهدافهم بقوه امنيه من خارج المديريه. فهمت حضرتك. العمليه محتاجه انها تكون من بره عشان علشان يقدروا ان هم يصدوه بجد. وتكون مفاجأة ومفيش معلومات بيها، لأنه واضح إنه ليهم يعني زي ما بيقولوا ليهم خاصة رجالتهم يعني جوا أنا قسم عايز أقول لك الشرطة. إنه أشرف حلاقة بينزل القرية، يعني هو مش مستخبي في جبل ولا حاجة، لا بينزل وبيخرج. طب فاستهدافه سهل ومأمور جدا. القسم هناك والمسؤول عن القسم هناك عادي جدا سايبه، يعني ما بيدجلوش إخبارية إن هو موجود في القرية، ما بيحاولش حتى إن هو ياخد قواته ويروح؟ بيتم الإبلاغ دايما، القبائل بيبلغوا، لكن أولا قوة القسم بتحتاج تدعم من المديرية، لأن هم بيخشوا في الاشتباك معاهم، لأنه دايما القوة دي أو العصابة دي بتهرب للزراعات، فبيبقى سهل إن هم يتعاملوا مع أي أفراد أمن، وسبق إن هم قتلوا 2 من أفراد الأمن في داخل الزراعات. فعشان كده فالعملية كله تحتاج إن خايف. ولازم تكون في آه بتحتاج لازم تحتاج قوة بين من مديرية الأمن نفسها بتاعت أسيوط، مش قسم الشرطة فقط. خاصة تمام. إنه برضو اللي شغالين في قسم الشرطة معروفين، وهم بيخافوا على نفسهم، بيخافوا على أسرهم لو هم قاموا باستهداف حد من أفراد التنظيم العصابي. فلازم تمام. يكون في حد من قوة خارجية تقدر هي اللي تتعامل مع هذا التنظيم يعني. تمام. في أي أخبار تانية عن في أسيوط، ولا هو بس هو ده الموضوع المشتعل يا أستاذ نادر؟ لا بص، احنا عندنا في الشاميه، وعندنا طبعا يعني في عمليات برضو خطف فرد توات في بعض القرى في القصيه، واتكلمنا عنها قبل كده اكتر مره، وفي في منفلوط ايضا فرد توات في قريه اسمها بن عديات. يعني الموضوع القصيه تم التعاون مع افراد التنظيم من فتره، لكن من حين وآخر ما زال هناك عمليات فرد توات وعمليات خطف. يعني احنا برضو موضوع الخطف ده عملية مش منتهية، احنا اتكلمنا مع رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب لما كنا موجودين في اجتماع أسر الشهداء قبل عملية ذبح الشهداء بيومين لما كنا في القاهرة، واتكلمنا عن موضوع خطف الأقباط وفرد التوات عليهم، وإن ده أمر أصبح حتى الأسر نفسها اتكلمت ان اصبح امر مريق جدا ليهم. والرئيس الوزراء ادى تعليمات مباشره انه لازم يتم التعامل مع هذا الامر خلال فتره قصيره، والقضاء على البلطجيه والتنظيمات. فاحنا هو الحقيقه واضح مستنيين نشوف الوزير الجديد. انه هيحتاج موضوع اكبر، لان في خبر يمكن اكيد حضرتك طلعته يا استاذ نادر، بيقول ان في خطيب مسجد عباد الرحمن بشارع الملكة بالجيزة بيقول على غير المسلمين ان هم يدفعوا الجزية، وانه طبعا الجزية دي هتسهم في حل مشكلة الاقتصاد المصري، وقال لهم سيدنا عمر بن الخطاب امر بدفع الجزية على غير المسلمين، وكانت سببا في ثراء او انه الامة الاسلامية بقت ثرية يعني. فطبعا يعني حضرتك واضح كده انه الامر كون خطيب مسجد بيقول هذا الكلام، وطبعا رد عليه حد تاني من الاوقاف، وكيل وزارة الاوقاف سابقا، قال له يعني اخذ الجزية من المسيحيين في العصر الحاضر غير جائز، والجزية في الاسلام فرضت عشان المسلمين كانوا بيقاتلوا في الفتوحات الاسلامية من اجل العقيدة، ومش معقول هنجبر يهودي او مسيحي للقتال من اجل عقيدة غير عقيدته، وان المسلمين كانوا بياخدوا الجزية من اهل الكتاب للدفاع عنهم في وقت الحرب، والمسيحي زيه زي المسلم. ده الاستدلال دكتور سالم عبد الجليل، لكن ما زال هذا الفكر، فكر فرض الإتاوات ان ده واجب ديني اسلامي اهو، وما زال انه الاخ يعني الخطيب مسجد عباد الرحمن يعني بيقول لك ده كده احنا عندنا مشكلة اقتصادية، يبقى افرض الجزية على المسيحيين علشان تتحل بقى المشكلة في الاقتصاد المصري. طبعا ما في شك انه المساجد امر خطير جدا ومشكله كبيره امام الاوقاف والازهر، خاصه انه كل المشكلات طلع من ضمنهم. يعني قريه الجلاء في المنيا نعم. اللي حضرتك اتكلمت عليها، المحارب الاساسي هو امام مسجد وهو موظف في وزاره الاوقاف. فالاوقاف ائمه المساجد موجودين بشكل كبير، خاصة يعني بعد القرار الغريب اللي طلعه وزير الأوقاف بتصريح للسلفيين
باعتلاء منابر المساجد لمواجهه الفكر داعش. وطبعا يعني ده امر غريب جدا، وكأن السلفيين يعني هم ملائكه الارض، رغم انه فكر داعش ما يفرقش كتير قوي عن افكار السلفيين واللي عملوها قبل كده في مصر كتير قوي. فطبعا احنا هنشوف وبنشوف الحقيقه لحد دلوقتي يوميا في خطب الجمعه خطباء بيخرجوا بتصريحات كارثيه. نعم الامر طبعا صعب جدا جدا، يعني اعتقد ان هو محتاج تحرك وخطه حقيقيه فعلا من الاوقاف، لكن انا شايف ان الامر صعب لحد دلوقتي، ما فيش اي تحرك انه كلها يقدر شعارات، يسيطر على ويمكن المسجد. كان يعني كان كثيرين بيلفتوا النظر لده، انه دلوقتي مطالبة تغيير الخطاب الديني، يعني قال لك او تجديد الخطاب الديني على رأي الاعلامي ابراهيم عيسى، قال لك ده احنا بننجده، يعني بتقعد تضرب شوية القطن كده وتروح حاططهم في قديمه، يعني في الحاجات القديمة هي هي، اسمك بتنجده من تاني، هي هي شوية الافكار هم هم، ممكن ان انت بتطرحهم بشكل اخر، مفيش اي مساعي حقيقية للموضوع، لا تجديد خطاب ديني ولا تغيير الناس، بل بالعكس ده احنا بنكرم برهامي اللي هو شتم المسيحيين، وحاجات كتير طبعا بتحصل، عملنا مسجد دلوقتي باسم طنطاوي، يعني في امور كتيرة كده الحقيقة الواحد بيشوفها حواليه، يقول انه موضوع الشعارات اللي بتتقال او الكلام اللي بيتقال والدعوات دي مش شكلها شعارات بس. طيب ربنا موجود يا استاذ نادر، احنا عايزين برضو معلش لو عند حضرتك اي حاجة اي اخبار، هو كان مفروض الشخص اللي قتل في اللي لقوا جثمانه في ليبيا، قتل على يد فجر ليبيا اللي هو ميلاد يعقوب، واسرته بتناشد الحكومه وبتناشد الحياه الرئيس عبد الفتاح السيسي للتدخل لاجراء انهاء عفوا من اجل انهاء اجراءات نقل الجثمان او تسليم الجثمان في من مستشفى طرابلس ونقله لمصر. ايه اللي معطل الدنيا ده؟ حضرتك عندك فكره؟ طبعا احنا متابع مع اسرته ومتابع مع الخارجيه، يعني دايما بتفاصيل بشكل يومي. بعد ما قتله وهو قتل يوم الخميس الماضي، تعرض لعمليه تعذيب داخل قسم شرطه فجر ليبيا. انت عارف ان هم من جماعه اللي هم الاخوان المسلمين اصلا، نعم بتسيطر على طرابلس. حصل انه احد الضباط التابعين لفجر ليبيا اشترك مع عماد، وبعدين هو بيخرج رصاصه كان عايز يضربه، فالرصاصه اصابت الضابط نفسه، فاتهموه ان هو اللي قتل، فخدوه تعرض لتعذيب 3 ايام، نقلوا له بعد كده العنايه المركزه في المستشفى، فتوفى هناك. حاليا بيحاولوا هم مخبيين جواز السفر بتاعه، عايزين بيحاولوا يضغطوا على قريبه ابن عمه علشان يتنازل على انه الشخص ده مات موت عاديه. انا كلمت السفير بدر عبد العاطي، هو طبعا المشكله ان السفير خد طبعا تفاصيله وبلغ السفاره المصريه في تونس عشان تقدر تتعامل مع الموقف لعدم وجود بعثه دبلوماسيه او مسؤولين في ليبيا. لحد النهارده كان ابن عمه وبعض المساعدين ليه اللي كان اشتغل معاهم او اصحاب العمل في ليبيا بيحاولوا ان هم يخرجوا الجثه، لكن هم قالوا كل شويه الكلام ده من يوم الجمعه هنطلعها بكره، النيابه هتيجي هتصرح بالدفنه هتصرح بالجنازه. فلحد النهارده كان لسه اجراءات يعني مؤثره جدا للناس اللي موجوده طبعا، وابن عمه هو خايف جدا هناك لانه خايف ليتم اصطياده او انه يتم الاذى بيه علشان يتم اخفاء معلومات اللي حصلت لابن عمه اللي هو المتوفي عماد. لحد النهارده كانت الاجراءات بتقول يعني ابن عمه كلمناه فقال انه تقريبا قربت تنتهي، لكن لحد دلوقتي لسه الجثه ما خرجتش من الثلاجه في مستشفى طرابلس، يعني مرور حوالي اسبوع لحد دلوقتي داخل المستشفى. يعني وبنكلم انت الخارجية بتتكلم مش على الخارجية، الخميس اللي فات، ده الخميس اللي قبله. لا انا بتكلم بقى على انه يعني عماد ده موجود في مستشفى، يعني في المستشفى من قبل ما يموت ب3 ايام يعني، لكن هو لا لانه هو الرصاصة هو كان اتوفى، بسبب الخميس تمام، لكن هو هو كان اتوفى، هو الرصاصة جات له من قبلها. او بمعنى اصح لا هو مش رصاص على فكرة، هو اتعذب داخل القسم، هو اتاخد من على الطيارة، كان في طريق رجوعه إلى مصر، خدوه من على الطيارة لأنه اشتبك مع ضابط من فجر ليبيا.
فدخل الاسم عذبوه، ونتيجة التعذيب أغمى عليه، فقد الوعي أثناء للمستشفى ومات داخل المستشفى. بس حضرتك كنت بتقول، بس بتهيألي مش عارفة، أنا سمعت يمكن لما بتقول إن هو كان بيفيل المسدس وطلعت منه طلقة أو لا، اللي كان بيشيل المسدس الضابط آه الليبي، أو هو طلع فجر ليبيا، فهو بيطلع الطبانجة من جيبه، فداس على الزناد يعني، مش غاب شوية، فالطلقة جت في رجله، في رجل الضابط نفسه اللي هو بيطلع على المسدس يعني. تمام كده، فهم اعتبروا الضابط قال ان المسيح ده هو اللي ضربني يعني. اي عماد، طب يعني هل في مسيح او شخص طلع الطياره معاه سلاح؟ يعني انت يعني بتتكلم ازاي؟ وبعديها في اثناء هو واقف على الطياره، تم الاعتداء عليه بالضرب من قبل انصار فجر ليبيا، ونقلوه لمركز الشرطه بتاعهم، اتعرض للتعذيب، ونتيجه التعذيب يعني توفى. فلحد النهارده احنا بنحاول، بنكلم خارجيه، الخارجيه مش عارف بتقول ما لهاش حد هناك في ليبيا، ومش عارفه تتعامل مع موقف في ليبيا، لكن كلمت او بلغت السفاره المصريه في تونس، وهم بيحاولوا من خلال بعض المشايخ انه يساعدوا في خروج الجثه. تمام فلحد تمام النهارده طبعا اسرتهم اسره بسيطه، مش عارفين يتعاملوا، لكن اتمنى يعني تكون على بكره ان شاء الله تكون خرجت يعني. يا رب ان شاء الله، وتدخل الخارجية المصرية. طيب كان في حد اتصل بينا لسه حالا استاذ نادر، بيقول ان هو تم القبض بالفعل على حلاقة، ده على اشرف حلاقة في البلد هناك، وانهم فرحانين ومبسوطين، وان ده قيل على احد القنوات. هو ده انباء انا مش عايز اقولها، ان هو اتردد عن اشرف، حصلت مطارده من قوات الامن لما كان موجود في القريه، وتم ان هو قدر انه يهرب من خلال بعض المنازل، لكن لحد دلوقتي الداخليه ما اعلنتش رسميا عن القبض عليه. الكلام ده هو حصل امتى؟ اتردد، طيب المأمورية دي كانت امتى؟ الكلام ده حصل اول امبارح بالظبط يعني، لكن بس هم بيقولوا ان الداخليه القرية فرحانين وبيقولوا كده يعتبر اتقبض عليه. لا، القريه وهو فعلا في حاله فرح، بس هو لحد دلوقتي لسه الداخليه ما اعلنتش القبض عليه رسميا، فاحنا ما نقدرش نقول اذا كانت قبض على اشرف حلاقه او حد من رجاله، لانه دايما الداخليه بتعلن في بيانات رسميه عمليه القبض. يعني لما تمام اتقتل ابن عمه واتقتل الشخص الثاني، الداخليه اعلن. طلعت ده في بيان رسمي. طبعا تمام تمام فاحنا منتظرين نشوف بيان الداخليه اذا كان فعلا اللي اتقبض عليه هو عشرة حلقة ولا لا. تمام احنا بنتمنى طبعا، وزي ما احنا بنقول، كنا لسه بنقول ان الموضوع ده محتاج تدخل من قوات من القاهرة، مش بس من اسيوط او من القرية، وانه ينظر كل الى اقسام الشرطة الحقيقة، اللي كتير قوي بيبلغوا عن انه في تواطؤ من ناس عاملين في قسم الشرطة، واعتقد ان ده يعني الداخلية حتى اقرت بانه في بعض التجاوزات من بعض الناس العاملين، واعتقد انه عندها النية ان هي تغير، وبالتأكيد طبعا وبالتحديد في كل قرى الصعيد، مصر والأسيوط والمنيا، في أمور كتيرة جدا محتاجة الحقيقة إنه يتم النظر لكل العاملين في كل أقسام الشرطة هناك. بنتعبك أستاذ نادر، بنشكرك جدا على يعني كل هذه المعلومات، ونتمنى وقت ما طبعا لو فعلا الخبر البيان الداخلية بأنه اتقبض على أشرف حقيقي أو حد من رجالته، طبعا أكيد يعني نتمنى حضرتك تبلغنا على طول. نشكرك جدا أستاذ نادر، شكري وجود حضرتك معانا، ويعني ايضا نتمنى المحاولات بالنسبه للقبطي اللي زي ما حكى لنا الاستاذ نادر، اللي قتل تحت على يد اتعذب كده زي ما هو ذكر، على يد جماعه فجر ليبيا، ان هو ان شاء الله يعني يتم نقل جثمانه وخروج جثمانه من مستشفى طرابلس ويوصل لمصر ان شاء الله. وطبعا يعني الحكايه كلها كده انه كان في امور ملفقه، هو على فكره من مركز بني مزار بالمنيا.